صباح الفل يا أستاذة. صباح الفل بابلو. تعجبيني وانت جاهزة. من ساعة ما خلتني راجل البيت ده. نزل البتاع ده، أنا مش ناوي أذيكي. بس أنا عايزة أذيك. هتخليكي قد كلامك، هتخلي كلامك قدك. أنا ممكن أخلي البيت ده من غير راجل ولا ست. شكلك مش ذكي زي ما بيقولوا، أصل البوليس لما يجي. بوليس مين يا حلوة؟ عايز الحق ولا ابن خالته؟ الطلقة دي لو طلعت وفي الغالب مش هتيجي في مقتل، عشان من مسكة ايدك باين انها اول مرة. الرجالة بتوعي هيخلوكي زي المصفى بتاعت المكرونة. ده لو انا ما خلصتش عليكي. مش مهم، المهم اكون بردت نار قلبي. طب ايه رأيك لو اقولك على حاجة تبرد قلبك ما توديكيش في داهية؟ انا هساعدك تعرفي مين اللي قتل جوزك. انت عبيط، انت اللي قتلت جوزي. لو انا اللي قتلته ما خلصش عليكي ليه؟ عشان فاكرني هبله عايز تلعب دماغي. بلعب ليه؟ نخلص ونخلص. يبقى ما عرفتش، اصل ربنا حماني. قاعد في اوضه نومك وتقولي لي ما عرفتش. بقول لك ايه، مش هتلعب في دماغي. انت قدامي اهو والمسدس معايا. خلاص اضربي عشان تموتي وانت مستريحه ومفكره انك خدتي بدار جوزك. نزلي في ايدك ده يا ولية، نزلي! يلا! اسمع الكلام يا أستاذة. تعال. أمامير ها؟ دول نجوا من عركة المخزن وحرس الفيلا متلقحين في الجنينة ورا. أنا ماليش في الكلام ده، أنا معرفهمش. دخلتك خايبة لا مؤاخذة، هما قروا على كل حاجة. أكيد في حد زقهم عليا، حد كان عارف اللي ما بينك وما بين جلال جوزي الله يرحمه. مش محتاجة البقين دول، أنا عارف إنهم رجالة المرحوم. دي منطقتي وعارفها كويس وكله في رعايتي. طب افرض نمشيها، وفرض ان الرجاله دي تبعك يبقى لازم اخلص عليكي وتحصلي المرحوم. قادر تعملها طبعا. مش دي اغنيه دي يا عبوده؟ هو كبير اشغلها لك من على السندك لو انت لا. خلينا بقى واحنا مروحين عشان نستل.